يكشف كريم الجانج ضيف برنامج نجوم ديزت لهذا الأسبوع عن اسم الجهة التي تسببت في توقيف مشروعه نجم الجنوب لاكتشاف مواهب الراب. درنا نجحت الطبعة الأولى، جا يعني دارت نجاح رهيب ككل مشروع مليح في الجزائر. صرا له تكسار، صرا له تعطيل. ولأول مرة سيرد على اتهامه بنشر معلومات مغلوطة عن الشهيد العربي بن مهيدي. كيهضر كيف كان سما ما قراش الكتاب، سما كارثة على بالك لكانه صحفي وروائي ويحكم ويدير هكا، سما رانا في مستوى تحت في الحضيض. في فقرة فيس أب لو تعود به عجلة الزمن إلى الوراء، من سيختار بين الراب والكتابة؟ في فقرة توب 3 من هو الفنان الأكثر فاشن في رأيه؟ ومن الأقرب إليه بين سول كينج وهود كيلر ومحمد بي أم دي؟ في ركن الصورة تتكلم، سينفرد نجوم ديزاد بعرض أول صورة مسربة لابنه. لفوتو من جبتها برك حصريا أخاوتي رانا هنا في أكابيلا سنستمع لألجيرينو على طريقة كريم. وفي المانشيت هكذا سيرد ضيفنا على من اتهموه بخيانة بن مهيدي، ولماذا رفض زيارة فلسطين بعد دعوة رسمية وجهت له للغناء في غزة. إن شاء الله بالك سهرة ربي ندخلوها بالختم الفلسطيني بتاع الدولة الفلسطينية. كل هذا وأكثر تتابعونه في حوار شيق ومثير مع كريم الجانج في الأوقات التالية.